مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. حياكم الله مشاهدينا الأكارم بحلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة، هذا البرنامج الذي دائما يتحفكم بأبرز وأهم عناوين صحفنا وجرائدنا المحلية. اليوم طبعا مشاهدي الكرام راح نأخذ ملخص لأهم العناوين، ومن ثم بعد ذلك نغوص في الأخبار والعناوين ونحلل تلك الأخبار. اليوم يعني أكثر من موضوع أمانة يعني ركزت عليه صحفنا المحلية واهتمت فيه. يمكن الموضوع الأول اليوم هو يعني اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط مع مجلس الوزراء، واللي تم من خلاله التصديق على الخطة المقبلة اللي من 2015 إلى 2020، ويعني إرسالها إلى مجلس الأمة تمهيدا لإقرار هذه الخطة. وهناك طبعا عناوين كثيرة حول مبادئ ورؤية هذه الخطة وأبرز المشاريع اللي راح تنفذها. صحفنا يمكن يعني أسهبت اليوم في نقل وشرح هذه الخطة. موضوع كذلك آخر موضوع البورصة، بالأمس تكلمنا على هذا الموضوع، شفنا القابس أمس تكلمت عن البورصة، اليوم البورصة انهارت، يعني كان القابس كان عندهم علم أن هذا الأمر ينهار. بورصات الخليج ترتفع وبورصة الكويت تنهار، وهذه يضع علامات استفهام بأن الموضوع ما يتعلق في أحداث داخلية ولا خارجية، لكن قد يكون تلاعب تجار للأسف الشديد، هذا هو الدليل الكبير. إذن انهيار البورصة كما يسميه أو خلق حالة من الهلع المتعمد من قبل الهوامير هو السائد اليوم في بورصة الكويت، وليس ما حدث بالأمر المنطقي أبدا، ولا يعبر عن قوة ومتانة الاقتصاد الكويتي، ولا يعبر كذلك عن يعني خسائر موجودة في الشركات أو أرباح موجودة في الشركات، مجرد ضغط على السوق وتنزيله، والهدف واضح هو دعوة الحكومة إلى ضخ الملايين لشفط يعني فلوس الحكومة من جديد كالعادة، كل فترة شهور هذه يعني الحركات مكشوفة من الهوامير البورصة. موضوع آخر كذلك اليوم اللجنة الصحية، وهنا بتوافق حكومي نيابي تم إقرار الموافقة على التأمين الصحي، راح يبدون في المتقاعدين، ومن ثم شوي يذهبون للنساء إلى الأطفال، إلى يعني هناك صلاحيات للوزير لإدخال أي شرائح مضافة. كذلك اليوم يمكن رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي كان له بيان أعرب عن استعداده ل يعني المثول أمام النيابة العامة للرد على كل الكلام والاتهامات التي يعني كانت التي جاءت ضده كما قال البيان. موضوع آخر يتعلق في داعش وجلسة مجلس الأمة، وحول أن تكون هناك جلسة خاصة، هناك تحفظ حكومي حول هذا الموضوع حتى لا يكون هناك أي شو إعلامي لبعض النواب اللي يحاولون أن يعني يكسبون انتخابيا. لكن موضوع داعش موضوع العراق موضوع حساس جدا، يفترض أن يكون يعني موضوع خاص جدا لا يخرج عن نطاق اللجنة، على الأقل اللجنة الخارجية، ولا يكون بهذا الشكل. وجهة نظر حكومية منطقية جدا وأقرب إلى الواقع، وهناك بعض النواب يؤيد لوجهة النظر الحكومية، لكن للأسف في بعض النواب يريدها علنية، يريد يتكلم عن دول خارجية بمنطقة الحرية وينتقد، وهذا أمر أعتقد خطير جدا يهدد يعني مصالح الكويت مع دول شقيقة وجارة. هذه تقريبا مشاهد الكرام هي أبرز ملامح اليوم، يعني أكثر من موضوع اليوم ما شاء الله صحفنا مهتمة فيه، بالإضافة طبعا لعناوين أخرى متنوعة راح نشوفها بعد قليل ونعلق عليها. راح شاركنا كالعادة الأخ محمد الخلف بتحليل وقراءة صحفنا المحلية. حياك الله أخ محمد. حياك الله أبو محمد، أرحب فيك ورحب المشاهدين الكرام، وإن شاء الله نكون خفيفين إن شاء الله في تقديمنا للوجبة الصحفية اللي نتمنى أن تحوز على رضاهم، رغم أن السياسة دائما تجيب أخبار تجيب الحرج، لكن إن شاء الله نقدم أخبار خفيفة. والله حتى الرياض اليوم يقول لك تجيب الحرج، إسبانيا طلعت يعني بطل كأس العالم، خسرت وطلعت من البطولة. صحيح، إسبانيا طلعت تقريبا. خبرك يعني من مشجعين إسبانيا. إيه فعلا ضايقت اليوم كثير. الله ما هموني لا إسبانيا. زعلان على الجزائر، خسارة الجزائر. لا إن شاء الله بإذن الله الجزائر بداية موفقة، لكن إن شاء الله تعوض بإذن الله. تجرنا الرياضة خلاص. نعم. طيب. نذهب الآن مشاهدينا الكرام إلى نقرأ معكم أبرز العناوين، ونبدأ بالشاهد ليوم الخميس. نشوف عناوين الشاهد. الأمير رعى تدشين الحملة الوطنية للحفاظ على البيئة البحرية، سموه أنابة ولي العهد. عنوان آخر، أوساط اقتصادية وماكينات إعلامية تضغط لضخ سيولة بعد أن تسببت في انهيار الأسهم. بلعوا أموال البورصة وطالب الحكومة بإنقاذها. ابتزاز دائم بحجة انقاذ صغار المستثمرين الذين لم يتجاوزوا المئات. الحكومة ضخت 5 مليارات و521 ألف دينار
في بالوعة السوق. عنوان آخر: ست أهداف ناقشتها الحكومة مع مجلس التخطيط الخطة الإنمائية الجديدة، مواجهة الاختلالات وتطوير المنطقة الشمالية. الصحية أقرت التأمين للمتقاعدين، والعبيدي إذا نجح سيتم إضافة شرائع أخرى. الوطنية تشتري طائرات وتستأجر ثلاثة لتلحق لتحلق في فبراير. وعبد الصمد: 521 مشروعا تحت التنفيذ في موازنة الدولة، طلبنا مباني الجهات الحكومية بدلا من استئجارها. 600 مليون دينار مكافأة نهاية الخدمة، الموارد عدت التقرير وسترفعه للمجلس. الخالد: ما حذرنا منه في العراق وقع، مشددا على رفض الكويت التدخل في شؤونه. السعودية تحذر من حرب أهلية في العراق، والجارديان: العراق لا يحب المالكي والمالكي لا يحب العراق. أكبر نصافة في شمال العراق تسقط في يد المسلحين، وداعش لخصومها في سوريا، الاستسلام أو مصير الموصل. حزب الله دخل حرب العراق تحت قيادة أبو مهدي المهندس، لواء أبو الفضل سيترك سوريا لينضم للمالكي. وبارزاني يستدعي البشمرقة المتقاعدين والأكراد يؤسسون شركة نفط الإقليم بعد سيطرته على المناطق المتنازع عليها. الكويت تحيي اليوم الذكرى 53 للاستقلال. الكندري: مجلس الوزراء رفض سحب ترخيص القرية التراثية، وإحباط محاولة سرقة براميل نفطية من الشعيبة. الخليفة يبحث استعدادات تأمين انتخابات التكميلية. 115 حالة غش امتحانات الثانوية العامة، والسعدون السبت أطول نهار في أيام السنة. أخيرا: سقوط عصابة سرقة السيارات الفارهة. هذه مشاهدينا كانت هي أبرز عناوين جريدة الشاهد ليوم الخميس. طبعا اليوم مشاهدي الكرام التاريخ طبعا 19 يونيو 19 ستة. هذا اليوم مشاهدي الكرام سنة 1961 تم يعني إنهاء الانتداب البريطاني أو اتفاقية الحماية مع البريطانيين وإعلان استغلال دولة الكويت، كان في 19 ستة 1961. يمكن كثير من أبنائنا الأجيال يعني شباب والصغار في السن لا يعون هذا الأمر، يعتقدون بأن الاستقلال هو يوم 25 فبراير. لا، ليس 25 فبراير، 25 فبراير كان عيد الجلوس للأمير الراحل عبد الله السالم، وبالتالي نقل الاحتفال من 19 ستة ووضع في 25 فبراير، يعني عيد الجلوس كان وقتها للراحل الأمير عبد الله السالم، وبالتالي 19 ستة هو يوم استقلال دولة الكويت وإعلانها دولة مستقلة كاملة السيادة. يعني اليوم التاريخ نحتفل في الكويت 53 سنة على الاستقلال، استقلال دولة الكويت، نصف قرن ويعني ودولتنا الحبيبة مستقلة، والعمر المديد بإذن الله تعالى لدولتنا ولشعبنا الكريم. هذا من باب بس التوضيح، فبالتالي أعتقد كان يفترض نوعا ما وسائل الإعلام على الأقل الرسمية وغير الرسمية تشير إلى هذا الأمر، ويعني الصحف المحلية مو مقصرة، لكن حتى نثقف أبنائنا، لأن كثير للأسف من الأبناء لا يعلمون متى استقلت الكويت رسميا وأعلنت كدولة يعني مستقلة، لكن الحقيقة هي 19 ستة وليس 25 فبراير. هذا بس من باب التفريغ. نعود إلى عناوين صحفنا. أخ محمد، بالأمس القبس تحدثت عن انهيار في البورصة، وقلنا أخ محمد بالأمس يمكن نفس كلامنا، ما راح نعيد وراح نزيد، راح نعيد نفس الكلام أمانة. صح. يعني ما في حدث يخلي البورصة تنهار. اليوم الكويت منهارة، بورصات الخليج كلها مرتفعة. صح. هذا يدلك يعني لو في مثل تقول أحداث قوية، شو معنى بورصات الخليج ترتفع والكويت تنزل؟ واليوم نفس كما تقول الشاهد، بلعوا أموال البورصة ويبغى الحكومة بنقاذها، ابتزاز دائم بحجة والله صار خار مستثمرين، هم ما هم صار مستثمرين، هم أنفسهم الهواميد. شو اللي قاعد يصير؟ والشاهد تقول لحد الآن الحكومة ضخت 5 مليار كلها راحت تبطون الهوامير. صح. ما استفادوا صغار مسكين، 5 مليار لحد الآن الحكومة ضاخة في السوق، ومساكين صغار مستثمرين هم الخسرانين، ولا يغرك فلان وعلان الهوامير يقولك والله صغار مستثمرين، والله ما هم صغار مستثمرين، يبي فلوس الحكومة عشان يبلعها. عويد أستاذ عويد، يعني لو نرجع بالزمن القليل، يعني تقريبا كل 6 أشهر تحدث هذه العملية في البورصة، ممكن ما تلاحظها العالم لأنها مو مهتمة كثيرا في البورصة،
في ناس كثيرة ما عندها اهتمامات في البورصة، لكن كل 6 أشهر تسوق الجرائد الزرقاء عملية انهيار البورصة، عملية أن هناك أحداث أقليمية أدت إلى انهيار البورصة، لابد من المحافظة على صغار المستثمرين، لابد من إنعاش الاقتصاد الكويتي، وكأن الاقتصاد الكويتي مهزوز، يبون يوصلون رسالة أن الاقتصاد الكويتي مهزوز. الحكومة في ما ندري هي يعني سذاجة من الحكومة للأسف، أو أنه يعني بضغط من التجار على الحكومة تقوم بضخ المليارات في من محافظها، محافظ الحكومية. هذه تقريبا أمس مثل ما تفضلت كان عنوان القبس 8 عمود بدون أي مبرر، خسارة 1 مليار دينار في البورصة. اليوم الحكومة أو بدأت سماسرة التجار يضغطون على الحكومة لضخ ساهم هذا العنوان انهيار البورصة، تعتقد يعني غير مباشرة أكيد أو مباشرة؟ أكيد بكل تأكيد، أصلا هم يعني ملاك الصحف هذه وكبار التجار هم واحد يعني وجهان لعملة واحدة، واحد يباصل الثاني بالضبط. فأنا أسوق لك إعلاميا وأنت تستفيد، فأنا حط لك خبر 8 عمود راح تنهار البورصة، وأنت بكرة نزل لك 1000 2000 سهم، نزل خلي الناس تخاف وتبيع. الملاك الصحف هذه هم أصلا هم الكبار المستثمرين في البورصة، ف تحدث عملية متبادلة، دور إعلامي ودور ضغط، فأتوقع أنها لعبة تجار لا أكثر ولا يوجد. طيب إلى متى أي مبرر يعني؟ إلى متى والحكومة كل مرة يعني تعالي والله بحجة صغار المستثمرين هم قاعدين يستفيدون فلوس الدولة، إلى متى هذا الأمر؟ يعني مثل ما قلت كل 6 شهور أو كمعدل يعني ليس دقيق يعني نسبي، كل فترة مسوينا الحركة أبدا هذه. تقريبا كل 6 شهور يعني تقريبا اليوم ممكن أنت تابعت معنا أنها بشكل تقريبا كل 6 أشهر تحدث هذه العملية بحجة أن هناك أحداث أقليمية أو أحداث محلية، أي حدث تقريبا. ممكن أنت لاحظت قبل فترة بسيطة جلسة استجواب انهارة البورصة، ايش دعوة استجواب في مجلس الأمة ما لا أي داعي، فيوجدون مبررات لانهيار البورصة، ودائما تكون الحجة في صغار المستثمرين، المحافظة على صغار المستثمرين، كلمة حق وليدة فيها باطل بالضبط. فأتوقع هذه يعني يجب على الحكومة وقفة جادة لمواجهة التلاعب في البورصة والتلاعب في الاقتصاد الكويتي باسم الاقتصاد الكويتي بأنه منهار. هذه تقريبا البورصة الكويتية تأخذ على محمل الجد في كل دول العالم، ينظرون إلى بورصة الدولة لمعرفة مدى متانة اقتصادها، فأتوقع أنها تسيء حتى سمعة الكويت الاقتصادية. نعم. طيب خلنا ننتقل مشاهدينا إلى جريدة السياسة ونشوف أبرز عناوين السياسة. عنوان رئيسي للسياسة: الخرافي بلاغ افتراءات مكذوبة ومخطط شيطاني، أكد استعداده للرد على الادعاءات لكشف المدلسين وفضح المتوارين خلف مشهد هدام. نقف منتصبين لإظهار الحقيقة وتفنيد مزاعم من عميت أبصارهم عن مصلحة الوطن. قوة 11-11 البعض يحاول التغول على القضاء بخلط الأوراق وإلقاء التهم ونشر الفوضى. حدث تتبنى انقلاب حشد وتدعو لوقف المسؤولين عن العمل وإقالة الحكومة وحل المجلس. ولي العهد دشن حملة سنيار 8. الحكومة تتحفظ على مناقشة تطورات داعش في جلسة إعلانية، تبلغ الغانم بمبرراتها وتأمل تفهم النواب حساسية القضية. رئيس المجلس يبحث اليوم الآلية الأنسب بدل العلنية، ونواب سحبوا توقيع طلب المناقشة. المالية تعد الموازنة وإقرارها الأحد تزامنا مع التطورات السياسية المتعلقة بمزاعم تعديات على المال العام. التأمين الصحي للمتقاعدين العام المقبل، توافق حكومة نيابي على نهاية الخدمة بكلفة 600 مليون. الأشغال طلبت إلغاء توسعة الدائري الثالث. والأوقاف تعاقب مسرب خطبة إمام مسجد الخرينج. التمييز ترسي قاعدة قانونية بتثبيت زواج مواطنة عرفيا من دون موافقة الولي. ند موظفي العمل إلى الهيئة العامة ووقف انتخابات النسيم. الأزمة العراقية واشنطن، اتهامات المالك للرياض غير صحيحة وشائنة. والفيصل: الوضع في العراق ينذر بحرب أهلية، والإمارات نددت بسياسة بغداد الطائفية واستدعت سفيرها. هذه عناوين جريدة السياسة.
أخ محمد، يعني موضوع جلسة علنية لموضوع داعش اليوم أكثر من صحيفة تتكلم، الحكومة يعني حتى يمكن السياسة والرأي كذلك يعني متخوف أن يكون هناك شو إعلامي من النواب، جلسة علنية تقول بأن موضوع داعش يحتاج جلسة خاصة إذا أرادوا أو في اللجنة الخارجية، لكن للأسف بعض النواب، وإحنا قلنا يمكن ناقشنا كثير مرة ما له معنى، يعني حتى هذه الجلسة واضح أنها ما لها أي معنى، لن تقدم ولا تؤخر سواء من جهة الحكومة، لكن بعض النواب يحاول يعني يركب الموجة. وجهة نظر الحكومية مات سليمة جدا وأنا أؤيدها، لكن للأسف النواب يبون علنية ويبون شو إعلامي، يبون قدام الناس، صار إحنا تكلمنا وقلنا حطينا ويزيدون الطين بالله. صحيح، الجلسة ما أتوقع أنها راح يستقطع من وقت الجلسة القادمة لمناقشة يعني الإجراءات الحكومية لمواجهة التطورات الأمنية. أتوقع أنه سيكتفي أعضاء مجلس الأمة في اللجنة الخارجية، كما أعلن رئيس مجلس الأمة قبل أيام أن اللجنة الخارجية ستعقد اجتماعها المقبل لمناقشة الاحتياطات الحكومية والإجراءات الحكومية لمواجهة التداعيات الأمنية والمشهد السياسي القائم في العراق، وما مدى استعدادات الحكومية في جميع وزاراتها. الحكومة راح تقوم بتقديم لكل ما لديها من استعدادات إلى النواب من خلال اللجنة الخارجية، وما أتوقع أنها ستوافق على استقطاع وقت من جلسة الثلاثاء المقبل بحجة أنه ممكن مثل ما تفضلت أبو محمد النواب يقومون بالإساءة إلى دول جوار أو دول صديقة، فأتوقع أن الحكومة محقة في هذا الأمر، وأنا كما تفضلت لكم أن الحكومة ستكتفي في اللجنة الخارجية بعرض كل ما لديها وسينتهي هذا الأمر وسيغلق هذا الباب نهائيا. نعم، طيب خلونا ننتقل مشاهدينا لجريدة الجريدة. عنوان الجريدة اليوم: العراق يطلب تدخلا عسكريا أمريكيا والفيصل، البلاد تقترب من حرب أهلية بسبب الإقصاء والإمارات تسحب سفيرها من بغداد. روحاني: لن نتردد في حماية العتبات. وهيجل ودمبلسي: حكومة المالكي فشلت سياسيا وأمنيا. طهران تعترف بربطها الملف النووي بقضايا إقليمية مهمة. بغداد: الأمور خرجت عن السيطرة. جاسم الإخرافي: نرحب بخطوة النيابة للرد على الافتراءات. مجلس الوزراء والتخطيط ناقشا مسودة الخطة المائية 50 والبديل الاستراتيجي، رواتب يسير عكس اتجاه المعالجة. حدث تدعو إلى تحقيق دولي في شبهات التحويلات. هذه عناوين الجريدة. نذهب إلى الصباح. صباح ولا النهار ويانا الموجود؟ الصباح. الخطة 50 الجديدة تركز على المشروعات الكبرى. اجتماع مشترك لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط برئاسة المبارك ناقش الصيغة النهائية لها تمهيدا لإحالتها للبرلمان. الصبيح: توفير الشروط اللازمة لتحويل الكويت إلى مركز مالي إقليمي وتطوير المنطقة الشمالية للبلاد. مواجهة التحديات والاختلالات الراهنة في مجالات التنمية الاقتصادية والبشرية والجهاز الإداري للدولة. تعزيز التماسك الاجتماعي وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية. تحسين مستوى المعيشة وزيادة نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي، يتصدران ستة أهداف استراتيجية متوسطة الأجل. رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطن والارتقاء بكفاءة الإدارة الحكومية وتطويرها بشريا وفنيا. زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وتعزيز الهوية الإسلامية والعربية. عنوان آخر: العراق على شفا حرب أهلية. وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي أطلقوا صيحة تحذير خلال اجتماعهم في جدة. الخادة الكويت تدعو القوى السياسية العراقية للدخول في حوار شامل بهدف تحقيق التوافق الوطني. الأمة الإسلامية تمر بتحديات عصيبة ومتغيرات متسارعة تستلزم من الجميع التكاتف والترابط ولمواجهتها. والفيصل: موقف السعودية ثابت من الأوضاع التي تحدث في منطقتنا ونطالب بمعالجة شاملة. المالكي: القوات العراقية تعرضت لنكبة ولم تهزم. أمر بتسريح القادة والضباط الذين انسحبوا وأخلوا مواقعهم لداعش. روحاني: سنبذل كل ما بوسعنا لحماية العتبات المقدسة في العراق. الصالح: تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الكويت وأمريكا وكندا وصربيا. الجار الله: اجتماع كبار المانحين آلية جديدة لدعم الشعب السوري. والعبيدي: التأمين الصحي سيطبق على شريحة المتقاعدين أولا.
جامعة الكويت تستقبل طلبات الالتحاق إلكترونيا من 4 إلى 15 يوليو المقبل شهر 7. هذه عناوين جريدة الصباح. أخ محمد، اليوم اجتمع المجلس الأعلى للتخطيط مع مجلس الوزراء، ويعني هو يوم الثلاثاء كان في الليل مساء احنا ذكرناها، لكن اليوم صدر يوم الأربعاء صدر البيان، أقروها تقريبا وأرسلوها إلى الحكومة. طبعا ذاكرين كلام عام أمانة، الوزيرة هند الصبيح صرحت تصريحات عامة مواجهة. أنا بركز على الكلام العام، يعني خطة كنترول دشتي تذكر لزوء الخطة السنوية الحكومة، من ضمن الأمور ما أنسى يعني العبارة لا يمكن الاستمرار بدولة الرفاه. هذه العبارة طبعا البعض نسبها الشيخ جابر المبارك، سمو الشيخ جابر المبارك، هذا خطأ. من ضمن العبارات اللي كان موجودة لا يمكن الاستمرار بدولة الرفاه إذا استمرينا بهذه العلاوات والزيادات، كان عبارة بهذا اللفظ. لكن للأسف العناوين الجرائد حطت عنوان كذي، المبارك لا يمكن استمرار بدولة الرفاه، على بال العالم أن جابر المبارك قال هذا الكلام، ما قال هذا الكلام. لكن الناس للأسف ما تقرأ، كثير من الناس ما تقرأ، تجي الديوانيات تقولك والله رئيس الوزراء الكويتي جابر مبارك يقول لك لا دولة الرفاه انتهت. يا جماعة ما قال الكلام هذا، لا قال، ما قال يا جماعة، اقروا الكلام موجود. بالتالي نرجع إلى كانت خطة رولا دشتي ذكرت هذا الأمر. اليوم العكس، شوف تحسين مستوى المعيشة وزيادة نصيب الفرد الناتج المحلي، يا سبحان غير الأحوال. رولا أيام خطتها تقولك لا يمكن الاستمرار بدولة الرفاه، دولة الرفاه شيء طبيعي أنا تتكلم عن يعني تحسين مستوى المعيشة وزيادة نصيب الفرد، هنا يقولك الخطة هذه لا، زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي. محمد شو اللي اختلف؟ ما اختلف، حتى تحسين مستوى المعيشة وزيادة نصيب الفرد كانت موجودة. نفس الجملة هذه موجودة في خطة رولا التنمية، كانت موجودة لكن ما حد لاحظها ولا حد تكلم فيها. يبحثون عن السلبي واللي هي لا يمكن استمرار في دولة الرفاه إذا استمر الهدر المالي على حد صحيح. اليوم كان كلام إنشائي من وزيرة الشؤون هند الصبيح اللي طلعت وتكلمت أن خطة التنمية بعد الاجتماع مع المجلس الأعلى للتخطيط، للأسف ما كانت مصادقة عليها، يعني ما تم اعتمادها بشكل نهائي. تقول أنها اهتمت في تعزيز التماسك الاجتماعي، اهتمت في تطوير حقول الشمال، هذه تقريبا المنطقة الشمالية، تحسين مستوى كلام عام، كلام إنشائي. وين الخطة اللي بالمشاريع بالساعة باليوم؟ هذا ما في نهائيا للأسف، يعني احنا انا شفت هذا يكون يمكن يرسلونها، يمكن هذه التفاصيل، هذه لا هي يعني مرسلة بشكل كامل، انا قريتها اليوم كاملة على كونه يعني ما في جدول ما في شيء، تم يعني تقريبا مطالعة عليها بتاريخ من خطة 2015 و2016 و2019 و2020، يعني تقريبا خطة خمس سنوات أمام، لكن للأسف ما كان فيها أي مؤشرات يعني تدل على ماهية هذه الخطة، ما هي الطرق العامة، ما هي يعني أقل شيء خطوط عامة لهذه الخطة ما كانت موجودة في كلام وزيرة الشؤون، كانت كلها يعني تحاول أن تأخذ يعني مقتطفات من كلام مستوى معيشة، تطوير المنطقة الشمالية. أنا أتوقع كانت الحكومة تخشى أنها يعني تظهر هذه الخطة للملأ مثل ما حدث في السابق، وعلق الكثير على هذه الخطة بالاستهزاء مثل ما شفت، يعني أصبحت تقريبا حديث الشارع لمدة شهر كامل. صحيح. في الكويت خطة تنمية فاشلة، خطة، فحاولت الحكومة اليوم أنها تضع يعني أمور إيجابية فقط، وأمور يعني خطوط بيان صاغوا يعني بطريقة ذكية وإنشائية يعني إلى أبعد حد. طيب نذهب إلى جلسة النهار ونشوف عناوين النهار. التأمين الصحي المتقاعدون أولا. العبيد أكد أنه سيتم تعميمه على شرائح أخرى بعد نجاح التجربة، والأولوية التالية للنساء والأطفال. 600 مليون دينار كلفة نهاية الخدمة في العام الأول، وتحرك نيابي حثيث لتمرير القانون. الخطة الإنمائية تحسين مستوى معيشة المواطن، تطوير المنطقة الشمالية، وتوفير الشروط للتحول لمركز مالي وإقليمي، رفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وتفعيل مشاركته بالمشروعات، تطوير الخصائص السكانية ورفع مستوى الخدمات وكفاءة الإدارة الحكومية، تعزيز التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية، ومواجهة التحديات والاختلالات الراهنة. الحكومة تخطط لتوفير مليار دينار من الدعم، وللعهد دور وطني مميز لسنيار 8 في حماية البيئة البحرية.
الأخرافي نرحب بخطوة الفهد والتحقيقات ستكشف الحقيقة. الغش نجح والتربية سقطت، الطلبة تمكنوا عبر الهواتف الذكية من تسريب الأجوبة النموذجية. المبارك نسعى لتحقيق أهداف تنمية المحافظات والتربية لا أعمال التنظيف خارج العقود الرسمية. الكويت الإرهابي يهدد وحدة العراق، البنتاغون داعش خطر على كل الدول. هذه عناوين جريدة النهار. أخي محمد، أول أيامنا امتحانات ثانوية قلنا والله كنا وزارة التربية أوكي، لكن واضح أنه فشل ذريع. فرطت العملية، فرطت فعلا، فرطت. الغش صار علني صحيح بالتلفونات، حتى التربية تقريبا محمد أعلنت قبل أيام أن الإجابات نموذجية في اللغة الإنجليزية لأكثر من مدرسة. نعم، وسؤال الآن أين أعظم السمو من الوزير الحالي؟ رغم أنه بالتكليف لكن هو المسائل سياسيا. ليش هل يعني راضين الوضع اللي قاعد يصير الآن؟ راضين الآن يعني أنت بدال لا تطلع ناس تكون صفة تذهب إلى الجامعة تطلعك ناس كلها بالغش ناجحة، صحيح، وبالتالي راح تنافس الإنسان الشاطر اللي تعبان وباذل جهد راح تأخذ مقعده في الجامعة، وهذا حرام ظلم يعني في هذا الجانب. ليش أعضاء مجلس ساكتين على الوزير الحالي؟ يعني ذاك اللي قاعد يقولك والله الفيزياء ما سرب، الفيزياء سرب، اللغة العربية سربت، التاريخ سرب، مواد كل الرياضيات سرب، اليوم علني يعني أصبحت المسألة علني. بالأمس السيادة ذكرت أن مدراء مدارس ومشرفين علني قاموا يغششون، مو بس يعني حتى الأمر هذا فانفرطت بشكل. هل أنا ما في وزير رسمي يعني أو رئيس يعني رئيس مسؤول مباشر وزير عفوا تركت هذا الأمر؟ قيادات للأسف التربية تلاعبت في مصر حتى أيام ما كان في وزير محمد يعني كان يعني في وزير نوعا ما العام كان نايف الحجرف شدد شوي حيل وراقب شخصيا تابع فضغط العملية كانت أقل، لكن الآن انفرطت. لماذا أعضاء مجلس الأمة ما يسألون الوزير على قاعد يصير؟ أعضاء مجلس الأمة أنا أتوقع أنهم يعني يخافون إذا تكلموا أن يخسرون قواعد انتخابية أو تجيهم أي ضغوطات، أتوقع كذي. فمبتعدين نهائيا يعني لا السنة هذه ولا السنوات اللي مضت أبدا نهائيا، ويغضون الطرف عن مسألة القش في الاختبارات. المفارقة العجيبة ليس منهم رجل رشيد، ما في واحد فيهم على الأقل يسأل الوزير ويهم مصلحة البلد ومصلحة الأجيال القادمة؟ والله هل يعقل يعني الكل يقدم للأسف ما شفنا أي سؤال لوزير التربية. المفارقات العجيبة محمد، اليوم قرأت خبر أن مجموعة كبيرة من طلاب إحدى المدارس في منطقة الجهراء تركوا المدرسة ومحتجين بسبب تشدد الرقابة، يعني وكأن صارت الناس ضدهم، وكأن التربية كانوا مجرمين. الناظر هذا اللي زال التربية راح تغلق خلاص أبوابها وما ما 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 تنشر اطلع يعني مصيبة الله. يعني أن طالب يقطع ركبته تعليم الكبار هذا نعم تعليم الكبار للأسف الشديد نعم فوصلت إلى هذه المرحلة تشدد علي بالرقابة أنا أمشي وخلي الاختبار مجلس الوزراء سمو رئيس الشيخ جابر المبارك ما شفنا أي تعليق ليش ما يتحرك سمو الشيخ جابر المبارك لما يشوف إذا والله مثلا ما في وزير رئيسي حاسب الوكلة في وزير بالوكالة يعني وزير الوكالة قد يكون كذي يعني حاسب الوكلة وكل المساعدين يعني يفترض هذا الأمر هذا مسؤولية صحيح. مشتركة سمو رئيس مجلس الوزراء مجلس الوزراء نفسه يسائل في هذا المسألة ما تترك العملية بهذا الشكل. السنة هذه صارت يعني فعلا مسخرة فوضى يعني مو لدرجة احنا حذرنا قبلها لكن يبدو الأمور احنا قلنا من تركوا الجهاز مال التلفونات واضح كان في تلاعب في تعمد صحيح. الهدف ان تكون الغش علني جدا في هذا الموضوع للاسف انفرطت بشكل مطلق فعلا للاسف يعني. والعمليه ترى خطيره جدا يعني مخرجات التعليم هذه تؤثر على حتى سوق العمل في المستقبل. مخرجات التعليم راح تكون ضعيفه دون المستوى، ستؤثر على البلد بشكل عام خلال السنوات القادمة عندما ينخرطون هؤلاء الطلبة اللي ناجحين في الغش. للأسف مو كل طلبتنا، نتكلم على اللي يغشون راح يعني راح تكون والله الحين اللي يغش خرب حتى على اللي شاد حيلة. انت الحين ما تعرف من اللي شاد حيلة من الغاش بدام انفرطت بهذا الشكل. إجابات نموذجية نموذجية للأسف مدارس كاملة إجابات نموذجية في الاختبارات، زين شلون التعامل معهم وزارة التربية في هذه الطريقة؟ هني السؤال. إجابة نموذجية موجودة في مدرسة كاملة يعني تقريبا مدرسة كاملة كلها إجابات نموذجية، شلون تتعامل؟ شلون تعطيهم درجات على أي أساس؟ هذه المصيبة للأسف. لا حول ولا قوة إلا بالله. للأسف الشديد فعلا يعني ضيعوا أجيال قادمة بسبب التراخي والتساهل والوسطات وخشمك وإذنك وهذا ولدنا. عموما نوجه رسالتنا لرئيس الوزراء، فعلا اليوم دورك أنك فعلا تحسم هذا الأمر، تتخذ يعني وتستدعي كل القيادات في وزارة التربية، ويحتاجون فعلا عقوبات شديدة جدا. صار لنا فيه واضح تعمد في هذا الجانب. إذا والله الوزير بالوكالة لا هذا ما يعفي عن مسؤولياته، وكذلك لا يعفي جميع الوكلاء والمساعدين والمدراء المناطق التعليمية. يجب أن يكون هناك عقاب شديد
عليهم على اللي حصل واللي قاعد يحصل أمانة. أما إذا تركت المسألة كيفكم تخلون المسألة راح نجيب أجيال وأجيال أجيال كلهم يعتمد على الغش، ماكو شيء. ما قاعدين يعني نكافئ المجتهد، بالعكس قاعدين نشجع المجتهد والمتكاسل، لأن الكل يغش حق أدرس، إذا كله غش غش ما أنا داعي أدرس، وبالتالي نطلع مخرجات مو فاهمين الطلبة أي شيء في التعليم. طيب الوطن أمامي عنوانها اليوم يقول الميزانيات 531 مشروعا معظمهم لم ينفذ. عدنان عبد الصمد اعتمدت منذ عشرات السنين بقيمة 19 مليار دينار وبعضها ألغي لعدم الصرف عليها. اللجنة الصحية أقررنا قانون تأمين الصحي متقاعدين موافقة حكومية. الحكومة تبلغ لجنة الموارد موافقتها على قانون نهاية الخدمة بضوابط. فيصل الشايع الحكومة هل لديكم رؤية لمواجهة منتسبي داعش في الكويت وكامل عوض الحبس 5 سنوات وغرامة 10,000 دينار لمن يتاجر بالعمالة؟ حدث حل المجلس والحكومة لمماطلتهما في القيام بواجباتهما دعت إلى تحقيق مستقل في وضائح الفساد المالي والسياسي. دشتي والتميمي زار سوريا لتهنئة بشار. يعني أخ محمد أعضاء مجلس أمة مثل عبد الحميد دشتي و عبد الله التميمي، يعني هناك موقف خليجي أمانة حول الأوضاع في سوريا ودول الخليج خاصة الكويت، يعني مع مساعدة الشعب السوري والابتعاد أمانة عن موضوع تأييد طرف ضد طرف آخر، لكن أعضاء مجلس أمة يأيدون طرف ضد طرف آخر. أنا أعتقد هذا الأمر يعني مو من الحصافة السياسية ولا حتى احتراما لمشاعر كثير من أبناء الشعب الكويتي أن يذهبوا بهذا الشكل ويأيدون يعني الرئيس السوري في هذا الجانب. لا أتوقع مثل ما تفضلت، لكن أنا أتوقع أن لهم رأي مختلف يمثلون رأيهم الشخصي. لا شك يمثلون رأيهم، لكن رأيهم الشخصي ما يكون بعد يعني ذهبوا بس السياسة الرسمية للدولة مع مساعدة اللاجئين السوريين والمحتاجين وفقط. أبتعد أنا عن هذه الأمور إذا أنت يعني الأقل يعني صحيح. أبتعد عن الأمور الخلافية اللي قاعد تصير على الأقل احتراما لجزء كبير من مواطنينك يعني. بالضبط، هم راح يمثلون أنفسهم، لكن أنا استغرب من تسليط الضوء عليهم إعلاميا. لا شك لا عظم السمة لازم تسلط عليه الضوء يعني، ولا تقدر تمنع ايضا ان ما يذهب لسوريا يعني. لا انا ما قلت، انا اقول من الحصافه السياسيه فعلا. لا 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 حصافه فعلا يعني تمثل الشعب الكويتي كله يعني، عظم السمة يمثل الشعب الكويتي باسره ما تمثل فئه معينه. صحيح، لكن انا اتوقع ان يعني قاموا بأمر شخصي لهم ولا ذهبوا بوفد حكومي ويمثلون انفسهم لا اكثر. طيب حدث تقول حل المجلس والحكومه لمماطلتهما في القيام بواجباتهم. المجلس شكو ينحل؟ أنا أتوقع حدث يعني خرج السرب أمانة. أنا يعني قريت بيانهم كله مكتوب شبهات. أنا أتوقع يعني بس سؤال أوكي، يعني إذا نجش عليه بالموضوع إنه ينحل يحاولون عمل قلق يعني أنت الآن اللي تقول شبهات ناس خارج المجلس ومش عليهم مجلس الأمة الحالي. أبو محمد الحين حدث من يمثلها الأخوان المسلمين يحاولون إحداث قلاقل، يحاولون الاستقرار ابتعاد عن الاستقرار بقدر الاستطاعة. أنا قرأت يعني بيانهم شبهات وكأن ما بداخلهم كل شبهات، وهم حزب قائم على الشبهات للأسف. فاليوم يحاولون زج بالأمور حتى في كلمة يعني مطالبة لهم اليوم في بيانهم أنهم يطالبون في تحقيق دولي. ليش تحقيق دولي؟ عندنا نيابة وعندنا محاكم عندنا، وكأنهم نسفوا القضاء الكويتي نهائيا للأسف الشديد. فأتوقع هم باطل وما يطالبون فيه باطل. طيب القبس عنوانه طبعا اليوم ردا على بلاغ أحمد الفهد والمتجهين قصدا للنيل من استغلال الوطن وأمنه الخرافي مستعد لتفنيد الافتراءات والادعاءات الكاذبة، سنكشف المخطط الشيطاني والمدلسين والمتوارين خلف كل مشهد هدام. الكويت مبين أفضل الأفضل عربيا في الحفاظ على السلم الأهلي، تأجيل خطة التنمية والغاء هيئة الصحة أجلوها. يقول يعني الخبر يقول قبس أن المجلس قرر استكمال مناقشة الخطة أسبوع المقبل أنه تم إلغاء هيئة الصحة بناء على طلب الوزير. ما أدري معنا اليوم يعني عنوانهم كل اليوم اعتمدوا الخطة. لا فعلا ترى ما في اعتماد. أنا تأجيل مثل ما قلت لك ولا هو تأجيل، يعني بيانهم كان ممكن هذه عندهم مصادر القبس وعلامة القبس أن المجلس قرر استكمال مناقشة خطة الأسبوع المقبل. هذه نعم. معلومات خاصة في القبس، لكن البيان اطلع ويعني تقريبا شاهد جميع بنود. إذا لم تغر لحد لم تعتمد لم تعتمد نعم. عند اعتمادها ستحال إلى مجلس الأمة. طيب الرأي على العجالة يمكن الوقت لا يدركنا. عنوان عن الخرافي طبعا كل العناوين موجودة أغلبها. مستعدون لتفنيد ادعاءات وافتراءات بلاغ الفهد لإظهار حقيقة المخطط الشيطاني. التأمين الصحي متقاعدين بشرة خير. اللجنة الصحية قرته العبيدة وصف بأمر مهم ينتظره أهل الكويت.
الصالح يستفيد منه 100,000 مواطن مع بند العلاج في الخارج، إرجاء مناقشة فرض رسوم تأمين صحي على الوافدين الزائرين، مكافأة نهاية الخدمة شد حبال التحالف الكويت المدني، موضوعية في التعاون مع القضايا الإنسانية، الحكومة قيمت وضع داعش والفئة القليلة جدا من المتعاطفين معها في الكويت، مصادر أكدت للرأي أن السلطة التنفيذية غير متحمسة لعقد جلسة خاصة تجنب للشؤون الإعلامي، إيران تبلغ من يهمهم الأمر رفض تقسيم العراق، والإمارات تستدعي سفيرة في بغداد احتجاجا على سياسة المالكي الطائفية. الأقوات العراقية تستعيد المبادرة في تل العفر، وداعش يتحدث عن السيطرة على مصفات بيجي. هذه عناوين الرأي. الأنباء اليوم، انفراجة التأمينات تلوح في الأفق، تصور لإنهاء الإضراب وتلبية مطالب من دون تأجيل باستثناء المساواة برواتب المركز، 300 دينار للدبلوم، 400 للجامعين، 500 للإشرافية. طبعا إذا توافقون على التأمينات بكرة كل وظائف الدولة وكل موظفين من حقهم أن يأخذون نفس ما يأخذون التأمينات وحدة بوحدة. هذا نقولها ما توافق لي سوي إضراب. راح نقولها من الآن لأنس الصالح، إن وافق على موظفين التأمينات ترى كلنا حنا موظفين حكوميين وكلنا نبي كذي، 300 للدبلوم، 400 للجامعيين، 500 للإشرافية، الكل يبي كذي. المساواة في الظلم عدالة كما يقال، وبالتالي لا تعطي التأمينات وتخلي بقية موظفين الكويت، وبالتالي استعد على الإضرابات، كل وظائف الدولة راح تضرب، الكل راح يأتي ويطالب بهذا المطلوب، هذا حق ما تعطي فئة وتخلي فئة أخرى. أمانة يعني هذا من الآن نقول لك يا أنس الصالح. يعني هذه يمكن تقريبا أبرز عناوين الأنباء الكويتي أخيرا، يعني مع الخطة كاتبين طبعا، واتفاق حكومة النيابة على نهاية الخدمة والعبيد التأمين الصحي للمتقاعدين، أساليب الغش الجديدة لا يكشفها إلا المهرة والسحرة كما يقول. يعني هذا بعجالة عموما، الوقت تقريبا يمكن لا يسعفنا. طيب نذهب إلى فقرة الكاركتير ونشوف كاركتير الشاهد. تجار الدين السياسي وفلوس، تجار الدين السياسي يذهبون يحاولون الحصول على أنماط الفلوس هذه. واضح. طيب نشوف الكاركتير الآخر، مكافحة الفساد. الفساد فساد كسر المضرب مال التنس، راح عدا بعد، يعني معناته الفساد أقوى من المكافحة يعني أساسا. يمكن هذه تقريبا كانت آخر فقرة من فقراتنا. أخ محمد الخلف شكرا جزيلا لك. أنا أشكرك محمد وأشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. مشاهدي الكرام، وصلنا معكم اليوم لختام الحلقة، نلقاكم إن شاء الله يوم السبت المقبل بإذن الله تعالى. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.